نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا. مساء الخير يا كابتن، عمارة يا كابتن سيف، وحشني. انت اللي وحشني والله، عامل ليه ايه؟ كتير ما شفتكش. مبروك. عليك انا مش عارف الموضوع والله، قالوا لي كان في قضيه اخذ براءه والدنيا تمام ومية مية، قلت الف مبروك وخلاص. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يكرمك يا الحمد رب. لله الدنيا مشيت كويس، كله تمام. زي الفل يا باشا، الحمد لله رب العالمين، كله تمام الحمد لله. مستشار مرتضى منصور كان معاك؟ كان المستشار مرتضى كان موجود معايا طبعا، يعني في القضيه، وهو الحقيقه المحامي بتاع العيله من زمان يعني، ومحامي بتاعنا كلنا، والراجل ده انا بقدره وبحترمه يعني، واجبرته عشان منع التعصب برضه حته في النص كده. بس حتة الحقيقة، بس لفتة كويسة. طبعا انا اول ما كلمت سياده المستشار يعني على طول، يعني ما ترددش حتى، ما قالش افكر يعني، قال على طول انا معاك، وانت زي ابني في اي وقت، ودي وانت مظلوم، ودي محنه، ولازم نقف جنبك كلنا. وقد كان الحمد لله رب العالمين، ومش عدت الامور على خير، وخدنا البراءه في مشهد الله الحمد لله بفضل الله يعني. الحقيقه لفته برضو طيبه جدا، هي يعني سيبك بقى من موضوعك انت، امورك خلصت الحمد لله ويعني ومشيت الدنيا، ولكن ان انت بتبقى كابتن نادي الاهلي وان هو رئيس نادي الزمالك وان الامور تبقى كده، يعني الناس تاخد منها درس يعني. والله ده يعني اتمنى انا اول ما فكرت الحقيقه، يعني ما فكرتش غير في سياده المستشار، لان انا علاقتي بيه كويسه، وبقول لك هو يعني العيله كلها علاقتها بيه كويسه، ودي حاجه يعني احنا يا جماعه عايزين برضه نقول ايه، ان يعني او نرفع شعار ان فعلا لا للتعصب يعني. استاذ المستشار راجل رئيس نادي الزمالك، وانا كابتن النادي الاهلي، وعندي مشكله، ولما جت المشكله جت لربنا سبحانه وتعالى ثم سياده المستشار، والراجل يعني لبى بكل حب يعني، ووقف جنبنا، وهي دي يعني دي الحاجه اللي احنا كمان المفروض نعود الناس عليها ونتكلم الناس فيها، ان يا جماعه ما فيش حاجه اسمها اهلي وزمالك عصبيا، في حاجه اسمها يعني بتشجع فريقك كويس، بتشجع ناديك، حبه، تمنى له المكسب، لكن بره المستطيل الاخضر، لا بره المستطيل الاخضر كلنا بنحب بعض، كلنا اخوات، كلنا زمايل، كلنا نتمنى الخير لبعض يعني. ان شاء الله باذن الله. رايك ايه في اداء النادي الاهلي؟ والله انا الحقيقه يعني يمكن اداء النادي الاهلي الشوط الاول ما كانش كما يجب، الشوط الثاني كان افضل بكتير. النادي الاهلي يمكن بكابتن فتحي مبروك، انا بس ليا تعليق صغير عليه، ان هو بيحاول يغير من طريقه اللعب في اكثر من مباراه، وده شيء يعني سلبي مش ايجابي، يعني دي حاجه سلبيه مش ايجابيه. المباراه اللي فاتت بلعب 4-4-2، بلعب باثنين فراوده، الاثنين فراوده نفس الستايل، نفس طريقه اللعب. حسيت ان الاثنين الفراوده مش ماشيين، ادائهم مش متساجم مع بعض يعني. فدي ده الكومنت او ده التعليق اللي كان على تشكيل النادي الاهلي، لكن مبروك طبعا مكسب هو بقى الاول، ومبروك طبعا الزمالك يعني على اداء النتيجه. شايف ان النادي الاهلي احمد افضل ان هو ما يلعبش باتنين راس حربه؟ يعني النادي الاهلي فاق بشكل كبير جدا لما اشتغل على الخط اللي تحت ولعب براس حربه واحد. شايف ان الكابتن فتحي مبروك في وجود لعيبه تقال جدا في المركز ده ممكن يكون حابب ان يجرب ان يبقى فيه اتنين فراوده قدام؟ شوف، كون انك تحب ده حاجه، وانك تلعب بالطريقه اللي تتماشى وتتناسب مع امكانيات لعيبتك، دي حاجه ثانيه. كابتن فتحي مبروك الطريقه اللي تتناسب مع امكانيات النادي الاهلي وحجم اللعيبه اللي بتلعب في النادي الاهلي، اللي هم بيلعبوا في النص الملعب. انت دايما النادي الاهلي بيعتمد على زي ما بيقولوا على الثلاثي اللي من تحت الفرد، يعني لما بيلعب 4-2-3-1، فالثلاثه اللي من تحت الفرد هم اللي بيشكلوا الخطوره، هم اللي بيعملوا القيمه، هم اللي بيغيروا في طريقه الاداء. لما كمان شفنا عمرو جمال نزل، عمرو جمال ويلعب لعب سائد من تحت مش فرد صريح جنب ايفونا، شفنا ان ايفونا تحرر، عمرو جمال قدر يسجل، لما تحرر عمرو جمال كمان بقاش يلعب فرد صريح محطه زي ايفونا، ابتدى لعيبه نص الملعب يبقى ليها شكل، يبقى سرعاتها تبان، امكانياتها ومهاراتها تبان، لكن بالشكل اللي لعب فيه 4-4-2 هتصعب الامور كتير جدا على النادي الاهلي. تمام، طب سؤال اخير بقى، دفعت كتير في القضيه دي عشان تخلص؟ باشا انا ما بدفعش حاجه. يعني مستشار مرتضى منصور غالي، يعني بياخد فلوس كتير. احنا بنرفع شعار لا للتعصب ما بنفعش. يعني المستشار ما اخدش حاجه؟ لا لا ما اخدش حاجه. محبه كده؟ محبه كده. بص لو كنت جيت لي كنت ظبطتك. لو كنت جيت لي كنت ظبطتك. حبيبي يا كابتن احمد، ربنا يوفقك ان شاء الله، ربنا يكرمك ان شاء الله، الف مبروك. شكرا، بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد بلال، نجم النادي الاهلي. حتى الفلوس ما خدش فلوس، يعني الحقيقه شيء
شيء طيب جداً.